السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة الفنانين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اخواني الكرام، النهارده هنتكلم عن شبح جرثومة المعدة، الهيليكوباكتير، نسميها الهليكوبتر. الهليكوبتر يا جماعة اللي هو الشبح ده أو جرثومة المعدة دي كلنا سمعنا عنها. تقريبا 80% من المصريين عندهم الشبح ده، لدرجة ان الناس بتعمل التحليل من غير ما ترجع للدكتور، مجرد ما شكى بشوية الام في معدته بيروح يعمل تحليل جرثومة المعدة. طيب، احنا في الحلقة دي ان شاء الله نتكلم عن الاعراض، الاسباب، طرق الوقاية، طرق العلاج، الاعشاب المفيده في جرثومه المعده. الخمس حاجات دول، فركز معايا، تسمع الفيديو من البدايه للنهايه، ويا ريت لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي في القناه، واعمل شير، واعمل لايك للفيديو، واعمل مشاركه على صفحه الفيس عشان تتوصل بكل جديد في مجال الصحه والطب والتحاليل والتغذيه العلاجيه. طيب يا جماعه، احنا كده على بركه الله هنبدا في شرح عن جرثومه المعده. جرثومة المعدة يعني اللي كل الناس بتشكي منها، جرثومة المعدة اللي زي ما قلت لك انها بتصيب اكتر من 80% من المصريين، وبتصيب اكتر من 50% من سكان الارض في العالم، وخصوصا الدول النامية، عفوا الدول الفقيرة. الدول الفقيرة اللي يعني تدني النظافة الشخصية فيها، فالموضوع ده هي بتتنقل عن طريق الاكل والطعام والشراب الملوث. فالسؤال هنا، هاخد الحلقه كده في موضوع سؤال وجواب، ايه هي الاعراض، ايه هي الاعراض اللي بتظهر عشان اعرف انا عندي جرثومه معده ولا لا، عشان اعرف انا عندي البكتيريا الحلزونيه دي ولا لا. اولا عفوا، الاعراض يا جماعه بتكون مشكله زي مشكله الحموضه، عندي حرقان في المعده، بيشبه حموضة المعدة، عندي ترجيع، عندي اسهال، عندي قيء، عندي مغص شديد في المعدة، عندي حاجة اسمها تجشؤ، عندي تقل في منطقة الصدر، كلها اعراض في منطقة الجهاز الهضمي، في سد الشهية يعني مش بقدر اكل، عندي نفسي مسدودة عن الطعام، مجرد ما اشرب او اكل اي اكل في سكاكين بتقطع جوه في معدتي. طبعا اذا لاحظت في يوجد مخاط او براز في بلد في البراز عزكم الله، ايضا دي من اعراض جرثومة المعدة. فدي كده الاعراض. طيب الاسباب بتاعتها، يعني كده السؤال، ما هي الاسباب المسببة لجرثومة المعدة؟ الاسباب يا جماعة، اولا هي بسبب اكل الملوث او طعام الملوث والشراب الملوث. طب انا باكل اكل نظيف جدا وطعام نظيف جدا وشراب نظيف جدا، طب ممكن يبقى بتاكل اكل من الشارع اللي هو بقى مش اكل الشارع يا جماعه، اللي هو عربيه الفول ولا عربيه الكشري ولا الحاجات دي، لا ده الاكل يا جماعه اللي هو يعني ملوث. انت ممكن تجيب اي اكل من محل حتى برضو ملوث. الشخص نفسه اللي بيجهز الطعام في السوبر ماركت او بيدي لك الطعام ده ممكن يبقى هو اساسا مصاب بالبكتيريا دي. طيب الشراب نفس الكلام، انت ممكن بتشرب ميه جميله جدا جدا، ميه معدنيه، ماشي، ميه معدنيه ولكن مصابه ببكتيريا الحلزونيه. طيب ازاي من شخص مصاب، يعني الشخص المصاب يصيب ايضا المياه اللي بيشرب منها، وانت بتيجي تشرب مكانه، عشان كده يا جماعه ما حدش يشرب مكان حد في العمل، في الطرق، في اي مكان الا للضروره القصوى، انما في ناس طوال النهار عمال على بطال بيشربوا من الشوارع. ماشي، طيب احنا دلوقتي يعني عايزين نعرف الاسباب اللي هي منتشره. الاسباب اللي منتشره، الاول كده في سؤال، هل هي معديه؟ اللي هي طرق نقل العدوى، اللي هي طرق الإصابة، نعم إنها معدية جدا جدا، معدية عن طريق الشخص المصاب، معدية عن طريق الطعام، معدية عن طريق الشراب. طيب إزاي هتنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم؟ عن طريق التنفس. التنفس يا جماعة، لو الشخص تنفس في المياه وبيشرب هتتنقل للمية، ولو أنت شربت مباشرة ورا الشخص ده هتتنقل لك أنت كمان. طيب المياه
هنشربها. طيب والاكل، الاكل لو انت اكلت باي اغراض شخصيه بتاع شخص مصاب ماشي. اما بالنسبه للحاجات الباقيه اللي هي اي استخدامات شخصيه، الفوط، فوط التنشيف او المناديل الورقيه او اي شيء بتاع شخص مصاب، حتى اعزكم الله براز الشخص المصاب. هتقول لي ازاي هو هيتنقل لي ازاي البكتيريا عن طريق الشخص المصاب عن طريق البراز؟ هقول لك الشخص ده ممكن دخل الحمام ما غسلش ايده كويس، ما غسل ما عقمش ايده بالصابون بالديتول، فبالتالي لما بيخرج ممكن ياكل معاك، انت تاكل معاه وتتنقلوا لبعض والدنيا تبقى ايه، سلطه ماشي. طيب بفضل الله كده في حاجه كمان اللي هو العطاس، الرذاذ اللي بيخرج لما الشخص المصاب بيعطس، فحضرتك لما بتتنفسه ده بيدخل جري في الجهاز التنفسي بيسكن في المعدة. طيب عند كلمة يسكن، هي بتسكن فين البكتيريا دي؟ البكتيريا دي بتسكن على جدار المعدة والاثنى عشر، بتستعمر في جدار المعدة والاثنى عشر، وتصيب جدار المعدة، تصيب المعدة والاثنى عشر ماشي. السؤال اللي بعد كده، هي البكتيريا دي ليه منتشرة قوي كده ولكل الناس بتخاف منها قوي كده، لدرجة ان كل الفيديوهات على اليوتيوب منتشرة جدا؟ عملت فيديوهين من سنتين، الفيديوهات وصلت لأرقام كبيرة جدا، وانا لسه عامل القناة، مجرد ما كتبت اعراض واسباب وطرق العلاج وطرق الوقاية من البكتيريا الحلزونية او جرثومة المعدة، جابت مشاهدات كبيرة جدا. طيب هنقول لك ليه منتشرة قوي البكتيريا دي؟ هقول لك عشان هي اولا هي من زمن طويل من القرن ال 18، فعشان كده بتصيب ناس من القرن ال 18 الى وقتنا هذا، فبالتالي كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها وبتنتشر بسبب طرق النقل والعدوى ماشي، بتنتقل بسرعة جدا. طيب هو انا يعني ينفع اقي نفس الموضوع ده؟ الوقايه هقول لك عليها دلوقتي، الوقايه دي سهله خالص وطرق الوقايه جميله جدا. البكتيريا دي يا جماعه بتصيب 50% من سكان الارض، بتصيب 80% من سكان مصر، علما انها لا تنتقل عن طريق البلاد، يعني ما بتتنقلش عن طريق الدم، بتتنقل عن الطرق اللي انا قلت لك عليها والاسباب الاشياء اللي انا قلت لك عليها دلوقتي دي. طيب ندخل على طرق الوقاية، طرق الوقاية من جرثومة المعدة يا جماعة ان احنا بنحافظ جدا على طعامنا وعلى شرابنا، ونشرب من اناء او زجاجة بتاعتنا في البيت يا جماعة، في البيت نحافظ برضو على الموضوع ده. لو انت عندك شخص مصاب ببكتيريا، البكتيريا الحلزونية او الهيليكوباكتر، حاول بقدر الامكان ان انت الشخص المصاب ده في المنزل يشرب في اناء لوحده، كانه عنده انفلونزا. انت الشخص اللي عنده انفلونزا بتخليه يشرب، ما بتخاف تشرب مطرح مكانه، بتخاف تشرب من مكانه ماشي. فانت نفس الكلام اعمل معاه لما يكون عنده الهيليكوباكتر ماشي. كمان موضوع الاكل، بلاش ناكل مكان بعضنا، بلاش البوس والاحضان والكلام ده كله. الشخص المصاب قلنا بينقل الشخص السليم عن طريق التنفس، عن طريق الانف، عن طريق الرذاذ، عن طريق ملامسه اليد. عارف يعني ملامسه اليد دي يا جماعه فيها بكتيريا كتير جدا 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 جدا، يعني اي حاجه اليد بتلمسها فيها مجموعة فظيعة من البكتيريا، لدرجة ان في ابحاث دلوقتي عن الحذاء ما يدخلش المنزل او الشقة، عن حقيبة اليد ان انت دايما تغسل مكان حقيبة اليد، تعقم مكان حقيبة اليد، لان انت لو ايدك النهاردة فيها بكتيريا وبكرة ما فيهاش بكتيريا، بكرة هينقله لامبارح، يعني ده بينقل ده وده بينقل ده، فبالتالي لما بتيجي تروح انت غسل ايدك كويس جدا جدا، وبتنسى وتروح تاكل وتقول ايه، طب ما انا غسل ايدي في العمل. انا عن نفسي بقى يعني بعمل كده، بغسل ايدي في المعمل قبل ما اخرج، بقول ممكن انسى واكل ماشي، ولكن انا وانا جاي مثلا بسوق الموتوسيكل او بمسك التليفون او اي حاجه جايه معايا من المعمل، لكن الحاجات دي انا ما غسلتهاش، فبالتالي الحاجات دي كلها بكتيريا، كلها فيروسات. فلما باجي هنا في البيت لازم اغسل ايدي، ما ينفعش اسيب الموضوع كده، لازم الايد تتغسل يا جماعه، كل ما بتغسل ايدك لازم بيحصل نظافه، بتطهر ايدك من البكتيريا. طيب
احنا هندخل دلوقتي على نقطة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي نقطة العلاج؟ نقطة العلاج يا جماعة، للأسف للأسف البكتيريا الحلزونية تعالج بالأنتيبيوتيك، والأنتيبيوتيك دلوقتي ما شاء الله هي بتاخد فترة من 14 إلى 30 يوم عشان تتعالج، والبتاع ده هو العلبة بتاع الهيليكوباكتر اللي هو المضاد الحيوي لجرثومة المعدة أو المضادات الحيوية بتاعتها غالية جدا جدا. وطبعا للأسف هو ده المفروض اللي الأطباء بيمشوا عليه، ولكن الموضوع ده أصبح مركون دلوقتي في الباسكت. طب ليه؟ أنت كده بتغلط، أنت كده بتعك في الأطباء. مش بعك فيهم أوي ومش بغلط فيهم أوي، مش بنتقد. ليه؟ لأن البكتيريا أصبحت مدمنة للمضادات الحيوية، اتعودت على المضادات الحيوية. حتى زي إيه كده؟ زي الصديد. المفروض إن الصديد في البول ده أي مضاد حيوي يقضي عليه، ولكن هو لو مضاد حيوي هو واحد بس اللي بيقضي عليه. أما بتعمل المزرعة، مزرعة اليورين، بيظهر لك المضاد الحيوي ده، وبيقول لك إن كل المضادات الحيوية التانية دي ضعيفة، لا ما تقضيش على الصديد ده. طيب أنا كده عملت المزرعة وعرفت المضاد الحيوي، إنما البكتيريا دي أنا مش عارف لها مضاد حيوي يقضي عليها. في بعض الأطباء المشهورين أوي، أطباء البطنة والجهاز الهضمي، بيكتبوا على العلاج، وللأسف العلاج برضو الناس بتمشي. ليه؟ لأن أنت عندك سبب من الأسباب اللي هي بتنقل موجودة عندك. يعني أنت ممكن قبل ما فترة حضانة البكتيريا تخلص من عندك وأنت بتتعالج منها بالمضاد الحيوي، بتكون نقلتها من شخص تاني. يعني انت شخص مصاب وقعدت معاه، انت بتقول انا كده كده مصاب، فبتقعد مع الشخص ده يعني بتتنقل لك تاني. طيب طرق العلاج بقى الطبيعية. الاول قلنا الوقاية، ان انت تبعد عن الطعام الشراب الملوث، ان انت تبعد عن الاشخاص المصابين، ان انت تحافظ على نظافتك الشخصية جيدا، لا تستخدم اغراض شخصية بتاع الناس الاخرين حتى ولو مش مصابين، انت مش عارفهم مصابين ولا مش مصابين. ده بالنسبة لطرق الوقاية. الطرق الطبيعية برضو ماشي. الأعشاب، الأعشاب المفيدة أقولهم لك بسرعة جدا. أول حاجة، ونقلا عن الدكتور أحمد أبو النصر جزاه الله خير، في إن هو الزعتر أقوى 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 العلاج للبكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة، لأنه بيطهر المعدة بطريقة قوية جدا جدا. وأنت عايز تطهر معدتك، طهرها بالزعتر. اشرب الزعتر، اشرب 3 اكواب من الزعتر في اليوم، ان شاء الله تطهر المعده وتتخلص من جرثومه المعده. والحب المستكه، طبعا حب المستكه غالي جدا جدا برضو استخدامه. فجرثومه المعده بتعالج بالزعتر والمستكه والمراميه. المراميه مفيده جدا جدا لنقاء المعده. طيب انا اقول لك شويه حاجات تاني كده من عندي خبرنا في الموضوع بتاع الاعشاب ده، اللي هم عد معايا واكتب ورايا او احفظ ورايا اللي انت عايزه اعمله اعمله. الزنجبيل ماشي. الزنجبيل من اقوى حاجه تقضي على جرثومه المعده. اشرب زنجبيل، اشرب زنجبيل بالقرفه، اشرب زنجبيل بالليمون، جميل جدا جدا صدقوني الزنجبيل بالليمون ماشي. عرق سوس، عرق السوس ده حاجه كده عظيمه جدا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني له القدرة على علاج أشياء كثير جدا في الجهاز الهضمي. أنا لسه شارب دلوقتي ضارب كوب كبير كده، مش قادر أقول لكم، يعني معدتي مرتاحة جدا جدا، مفيش أي مشاكل يعني، الحمد لله رب العالمين ماشي. يعني كده شوية الأعشاب دول، ونق بقى معدتك بالبصل والثوم والجرجير والفجل، الأعشاب والخضر الطبيعية اللي موجودة عندنا في المنزل ماشي. الوقت عدى جامد جدا، عايزين ننجز عشان التشخيص. التشخيص احنا قلنا الاعراض، عايزين التشخيص السريري بتاع الاطباء بقى. التشخيص السريري يا جماعة بتاع الاطباء هو ايه؟ تحاليل. تحاليل، هتعمل تحليل في المعمل، وهقول لك هتعمل تحليل ايه بالظبط، عشان كل الاطباء بيقولوا ان انت تعمل، يعني مش كل الاطباء قوي، يعني الاطباء اللي هم ما عندهمش ضمير او بيعمل تحليل عشان المعمل بتاعه او اي حاجة من الحاجات دي. لكن انا اقول لك على الخلاصة المفيدة، هي بتعمل لها تحليل جرثومة المعدة في البراز في الاستول ماشي، اللي هو الانتيجين،
بيتعمل لها حاجه كده اسمها الاتش بايلوري انتيجين او اي جي، ماشي، يعني جرثومه المعده في البراز. ودي بتجيب بتروح تجيب علبه معقمه من المعمل وتاخد تجيب فيها العينه في الصباح، يفضل في الصباح يا جماعه، وتروح تديها للمعمل تقول انا عايز النتيجه تتر. ليه تتر؟ لان في ناس بتعمله في المعمل على كروت كده بتطلع لك النتيجه بوزيتيف نيجاتيف، فانا عايز تتر عشان اضمن انها سافرت، واقول له اعملها في معمل اللي انت بتصفر له مثلا، المعامل اللي احنا بنصفر لها، ماشي. ده افضل تحليل يا جماعه لجرثومه المعده، هو بيعمل في حدود من 120 على حسب المعمل، يعني 120-130 على حسب المكان اللي انت فيه، مكان الريفي او مكان حضري او في المدن، مش عارف يعني، ماشي. لكن انا بقول لك على اللي عندي. طيب بعد كده حاجه اسمها اتش بايلوري سيرم اللي هو في البلاد، وده بلاش منه، ما تعملوش حتى لو الطبيب قال لك عليه، ما تعملوش، ملوش لازمه. 80% من الشعب المصري عنده الاتش بايلوري في الدم. انا عايزها تطلع بوزيتيف في الاستور في البراز، لو طلعت في البراز خد لها علاج وديها للدكتور، ماشي. في تحليل تاني او اختبار تاني اللي هو عن طريق التنفس، ان هو بيجيب حاجه زي الماسك كده او جهاز كده وبيخليك تتنفس فيه، فنفسك بيطلع جرثومه المعده. احنا قلنا قبل كده ان هي من طرق الاصابه او طرق العدوى او طرق الانتقال التنفس او رذاذ الشخص المصاب، فانت هتتنفس هتخرج الانتيبودي اللي موجود عندك لجرثومه المعده، فالجهاز بيقول ان الراجل ده عنده بوزيتيف في الاتش بايلوري اللي هي جرثومه المعده. كده تقريبا يعني وفينا كل حاجه. اخر حاجه اعملها المنظار. المنظار ده بقى ادق حاجه بقى، بس يعني المنظار ده حاجه كده صعبه قوي، يعني خليك في الاتش بايلوري انتيجين، ماشي. فالحمد لله كده وفينا في الحلقة كل حاجة، وإن شاء الله هعمل لكم حمية أو نظام غذائي للناس اللي هم عندهم الجرثومة أو جرثومة المعدة. أي استفسار، أي استفسار اتركه لي أسفل الفيديو. فالحمد لله رب العالمين عندي خبرة كتير قوي في موضوع جرثومة المعدة ده، ماشي. ومحتاج مني أي حاجة اتركها أسفل الفيديو، أنا تحت أمركم جميعا إن شاء الله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل مشاركة، تعمل لايك، عشان ده دعم لينا وبيخلينا نستمر في تقديم الحلقات. واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله. كان معكم من قناة افهم مني حسين كمال، واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.